تمام. أعتقد أن المفاوضات في حد ذاتها كونه كانت هنالك جولة مفاوضات هذا تقدم ملحوظ حتى وإن لم تصل إلى شيء. أثيوبيا ظلت خلال السنوات الماضية ترفض حتى مجرد الجلوس للاتفاق في ظل مطالبة السودان بأراضيه. الآن أصبح هنالك وضع جديد بعد أن اندلعت الحرب في الإقليم التجرائي المتاخم للحدود السودانية، وحسب ودع هنالك تسلل لجماعات عسكرية فارة من الحرب إلى السودان. كان هذا لزاما على السودان أن يقوم ببسط سيطرته على أراضيه لحماية حتى الحدود الأثيوبية من هجمات. يعني أستاذ محجوب، إمساك السودان اليوم، إمساك السودان اليوم بهذه الورقة جعله يمسك بورقة ضغط على إثيوبيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ كلا، هي لا ربما لا تكون هي ورقة ضغط كما تقول، ولكن هي ربما تكون ميزة بالفعل. عجلت بالجلوس للتفاوض على اعتبار ان اثيوبيا تقول في الاجهزه الرسميه ان من يسيطرون على الاراضي السودانيه عصابات وميليشيات، عصابات الشفته المنحدره من قيه الولقايت او ميليشيات غير حكوميه، وهي نفسها تتضرر منها. حينما بدأ السودان يتقدم لبسط سيطرته على أراضيه، بدأت أثيوبيا ترفض هذا الوضع. مسألة المفاوضات، ما عجل بنهاية هذه الجولة هو إصرار أثيوبيا على إدخال وقف العمليات العسكرية كبند قابل للنقاش، وهو ما رفضه الجانب السوداني باعتبار أن السودان الآن هو داخل أراضيه. حتى نعم. هذه اللحظة حتى هذه اللحظة لم يصل إلى حتى الحدود المعروفة. أثيوبيا تقر تماما بالحدود المرسومة على الورق على الخرط في العام 1902، ولكن تتعداها على أرض الواقع إلى داخل الأراضي السودانية. هي تقر وتعترف أن هذه أراضي سودانية، ولكن على السودان أن يتركها لأثيوبيا. نعم. المخطط هو مخطط استيطاني باعتبار أن الأثيوبيين حينما يأتون تأتي عائلات وقرى ويبنون قرى ويستوطنون في هذه الأرض، وحتى لو كانت هنالك ذراع سودانية أو مزارعين سودانيين يقومون بزراعة هذه الأرض، كثيرة جدا حوادث القتل كانت يتم قتل المزارعين السودانيين إذا حاولوا أن رفضوا الخروج من هذه الأرض أو التهجير الغزري. وضحت الفكرة. الصحفي والمحلل السياسي، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات محجوب عثمان، كنت معنا مباشرة من الخرطوم، شكرا لك.